الله يسلمك يا بنت. هو انت بينك حد؟ الله يخليك يا ناصر. شكلك خفيت وبقيت كويس. جرى ايه يا خالد؟ انت ما كنتش عايز بابا يخف؟ انا كنت مستني ربنا ياخد لي حقي منك. ليه بس كده يا ابني؟ حقي ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ مش هو جوزني واحده خاينه؟ بس بقى ما تزعليش. انا عارف الاول ايه. مش انت خدتني وانا صغير من ابويا الحقيقي؟ خالد بابا لسه خارج من المستشفى وتعبان. اسكت. مش هسكت يا عقربة انت وامي. سامع ابنك بيقول ايه؟ خالد ممكن نطلع اوضتك دلوقتي ونتكلم بعدين؟ لا مش هطلع. ارجعي مكانك. مش هطلع. عايز اقول لكم على حاجة. أنا مش هسيبكوا. أنا عندي جيش. عندي جيش وفي كتيبة هتولع فيكوا في الولد اللي مش ابني اللي كنتوا عايزين تلزقوهولي. خالد ممكن أرجوك نطلع الأوضة دلوقتي نتكلم بعدين؟ الحمد لله كويس أوي خالص جدا. طيب عشان خاطري يلا.